أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، الليلة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر، فرص لعودة الهواء الكوس أثناء تقلب اتجاه الرياح، ولكن الإحساس بالرطوبة راح يكون محصور فقط المناطق الساحلية. أجواء حارة ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه راح تستمر ويانا لعدة أيام، مع فرص لعبور بعض السحب العالية بين الحين والآخر اليوم وغدا. تعرف على أجواءنا أكثر حاليا، عبور لبعض السحب العالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة 25 كيلومتر في الساعة كحد أقصى الليلة، تصل في سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة، والبحر الليلة راح يكون من 2 إلى 5 قدم، لكن باكر الأجواء راح تكون مناسبة أكثر، راح يكون من 2 إلى 4 قدم ومن 1 إلى 3 قدم، لأن سرعة الرياح راح تتراجع مساء يوم الغد أكثر. درجة الحرارة حاليا 41 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 12%، الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر، صور الأقمار الصناعية تبين السماء خالية بالسحب بوجه عام، لكن فرص لعبور بعض السحب العالية راح تكون قائمة ويانا اليوم مباشر امتداد تأثير منخفض جوي موجود ويانا، ونتوقع أنه يستمر ويانا لعدة أيام. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، الليلة من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 32 تقريبا إلى 33 درجة مئوية في أغلب المناطق حتى ساعات الصباح الأولى. الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، فرص نشاطها بين الحين والآخر يوم الغد راح تكون واردة بإذن الله، أجواء حارة حتى ساعات الصباح الأولى مع عبور لبعض السحب العالية، درجات الحرارة تتراوح ما بين 27 على السواحل إلى 30 درجة مئوية في بعض المناطق، أجواء أكثر حرارة منتصف نهار يوم الغد، درجات الحرارة تتراوح ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية، وقد تصل إلى 48 درجة مئوية في بعض المناطق باستثناء طبعا المناطق الساحلية الجنوبية والجزر، درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية، البحر أيضا راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم، مساء يوم الغد تتراجع سرعة الرياح أكثر وتكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر، سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، وأثناء تقلب اتجاه الرياح في فرص لعودة الهواء الكوس بين الحين والآخر، والإحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية، درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 32 كيلومتر في الساعة، 32 درجة مئوية، والرطوبة النسبية طبعا راح تتراوح ما بين 15 إلى 20% بإذن الله على بعض المناطق الساحلية، والبحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. الفترة هذه من فترات الفساد بإذن الله، المد الأول راح يكون الساعة 4:38 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 4:07 دقائق مساء، والجزر الأول الساعة 10:27 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 10:50 دقيقة مساء. أجواء مناسبة يوم الغد، لكن حداقة وأن المشاهدين تابعوا سرعة الرياح بشكل مستمر لارتباط سرعة الرياح بارتفاع الأمواج. المواقيت بإذن الله، أذان الفير راح يكون الساعة 3:32 دقيقة، والشروق الساعة 5:03 دقائق، والمغرب الساعة 6:46 دقيقة. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، باكر بإذن الله الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه في فرص لنشاطها خلال الأيام القادمة، وأيضا درجات الحرارة راح تكون عالية بعض الشيء، وقد تصل طبعا إلى أعلى من ذلك في المناطق الصحراوية والمكشوفة، الإحساس يختلف عن درجات الحرارة المسجلة 47 العظمى يوم الغد، والصغرى 33 درجة مئوية، والرياح سرعتها تراوح ما بين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة يوم الغد. يوم الخميس أجواءنا مشمسة بوجه عام، يوم الغد في فرص لعبور بعض السحب العالية لكنها تتراجع يوم الخميس تدريجيا، وسرعة الرياح من 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة، وأجواء حارة 49 العظمى والصغرى 31 درجة مئوية، والإحساس قد يكون أعلى من ذلك ابتداء من يوم الخميس. يوم الجمعة أجواء حارة ولكن نشاط ملحوظ في سرعة الرياح، تراوح سرعة الرياح ما بين 20 إلى 50 وال 55 كيلومتر في الساعة. أجلوا أي نشاط بحري أعزائي المشاهدين في يومي الجمعة والسبت، ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 6 و7 قدم، وفرص الغبار المثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وأيضا للرمال الزاحفة خاصة على الطرق خارج المدينة، وراح نوافيكم معلومات أكثر عن نشاط الرياح في يومي الجمعة والسبت بإذن الله في نشراتنا القادمة. 48 العظمى في يوم الجمعة، والصغرى 33، 47 في يوم السبت، والصغرى 36، وسرعة الرياح أيضا من 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة، تتراجع سرعة الرياح تدريجيا ابتداء من يوم الأحد، تراوح سرعتها ما بين 10 أو 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، 47 العظمى والصغرى 33 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، الأجواء الحارة مستمرة ويانا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر، إحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية. نشرة الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.